اليوم احنا الطلبة كنا دايرين بروغرامين مسيرة وطنية اللي جايين من جميع أنحاء المملكة لتاخذ الانطلاقة ديالها من أمام ساحة باب الحد إلى انطلاقا إلى أمام البرلمان المغربي. فلسا تفاجئوا أن السلطات زعما صراحة ما خلاوش المسيرة تكمل، ولكن مازال نشوفوا شنو غيوقع جوست أبخي. اليوم احنا جايين هنايا من بعد شهر تقريبا من الغياب في الساحة النضالية على المستوى الوطني، ولكن كانوا واحد مجموعة من الحركات النضالية محلية، كانوا مجموعة من الحركات لتنوير الرأي العام وتسعى المغالطات، وجئنا من بعد واحد حسنية اللي درناها بتأجيل المسيرة اللي كانت بروغرامي في 25 أبريل، وكان بشرط أنه يتفتح باب الحوار. فإذا تتفاجئوا أن باب الحوار إلى الآن بعد 4 أشهر من الإضراب لم يتم الفتح ديالو، ومع ذلك تخرج تصريحات ديال رئيس الحكومة أو الوزير التعليم العالي تقول أن هما يفتحوا باب الحوار، ولكن إلى الآن ما وصلت حتى دعوة رسمية. فإذا نتساءل شنو الهدف من الوزارة؟ علاش باقي ما حلتش المشكلة حاليا؟ وعلاش حنايا مازالين في مقاطعة اللي ماشي حنا اللي بغيناها، بل أنها تفرضات نوعا ما خاطر المطالب ديالنا مشروعة. أنا جيت كأب لطالب في الطب، المطالب ديالهم معقولة، راهما أطباء مستقبل، أطباء ديال المستقبل، خصنا نبيو لهم الطلبات ديالهم. راه هادشي ماشي معقول، الظروف اللي كيعيش فيها الطالب في مستوى التكوين ومستوى الاخر الستاج ديالهم والاخر، والدبلوم دابا الا خداو داك الدبلوم ديال 6 سنين ما غاديش يخولهم يمشيو برا، يعني مشاكل كثيره ما قدروش. الطالب راه خصو خصو المطالب ديالو. طالب كليه الطب والصيدله في بني ملال وممثل ديال هاد الطلبه وعضو كذلك في اللجنه الوطنيه. اذا اليوم جينا كنحتجوا هنا في الرباط من اجل هاد السياسه القمعيه اللي كتخدم معنا الوزاره وسياسه المماطله والاذان الصماء، بحيث اننا دابا قربنا نكملوا 5 أشهر ديال الاضراب وبدون اي جواب ولا اي تفاعل فعال مع المطالب ديالنا. واليوم كنصادفوا اننا كجينا اليوم للمسيره الوطنيه اللي محطوط اشعار ديال السلطات، ومع ذلك تعرضنا للمضايقات، وهذه ماشي وسيله ديال الحوار مع طلبه الطب ومع اطباء مستقبليين اللي غادي يحميوا صحه المواطن. وكنطلبوا مجددا من الوزاره تفتح باب الحوار ونتجنبوا هذه السياسه القمعيه والتضييق اللي كيمارسوا على الطلبه. احنا اليوم كاباء، حضورنا كاباء ومن اجل دعم ابنائنا وبناتنا في المعركه النضاليه اللي كيخوضوها هذه حوالي 5 شهور، من اجل مطالب عادله ومشروعه. القاسم المشترك بين هذه المطالب كامله هو جوده التكوين الطبي، ومن يمس جوده التكوين الطبي فهو يضرب ويمس الصحه العموميه ديال عموم المغاربه. ميساج لواحد الوزارتين المشرفات على القطاع انهم هذه 5 شهور يبان انهم عاجزين على تدبير ومعالجه هذا الملف، وبالتالي عليهم ان ينسحبوا ويتركوا مكانهم لمن قادر على معالجه وتدبير هذا الملف. رساله اخرى، رئيس الحكومه عليه ان يمارس صلاحيته السياسيه والدستوريه ويتدخل كما تدخل في الملف ديال وجهه التعليم من اجل حل حاله هذا الملف وفتح باب الحوار، لان بدون حوار ما يمكن تحل حتى شي مشكل، وبالتالي يجب عليه ان يتدخل ويمارس صلاحيته لاجل حل هذا الملف.